في هذا اللقاء أعزائي المشاهدين بنلتقي مع الأستاذ دكتور أسامة مدني عميد كلية الآداب بجامعة المنوفية، نتعرف من سعادته على أهم الاستعدادات الخاصة بامتحانات نصف العام الدراسي. الحقيقة الامتحانات الفصل الدراسي الأول قاربت على الانتهاء. احنا أبنائنا الطلاب من الفرقة الأولى للفرقة الرابعة استكملوا الامتحانات، ومتبقي تقريبا مادتين لكل فرقة دراسية. الامتحانات احنا بنبقى حريصين جدا على توفير كل سبل الراحة والأمان لأبنائنا الطلاب. طلاب كلية الآداب عددهم كبير، بيتعدوا ل 11,000 طالب، وبالتالي بتكون الاستعدادات مكثفة جدا، وبتكون قبلها بشهر. أثناء الامتحانات بنوفر كل سبل الراحة، وبنفس الوقت بنبذل قصارى جهدنا لمنع حالات الغش حتى يكون هناك فرص متساوية لأبنائنا الطلاب. في بعض الأحيان بولادنا أصحاب الحالات الخاصة أو الظروف الخاصة من إعاقات جسدية أو إعاقات سمعية بصرية ممكن يتعرضوا لمواقف ما تكونش مواتية. أنا شخصيا كعميد لكلية الآداب بعمل حصر كبير لهؤلاء الطلاب، وبوفر لهم أثناء الامتحانات مكان مناسب يقدروا يوصلوا له بيسر، بوفر لهم بيئة مناسبة في أثناء الملاحظات. إذا بعض هذه الحالات الكلية ما بتكونش عارفاها ممكن تتعرض لبعض المضايقات الغير مقصودة، وهذه المضايقات ممكن تكون في شكل أني أثناء التفتيش على سماعات البلوتوث، واللي أنا بعتبرها بتمثل وباء عصري في حالات الغش. ممكن تكون بنت من أبنائنا وابن من أبنائنا لابس سماعة بيتصور الملاحظ نتيجة قلة خبرة ونتيجة عدم وعي، زي ما حصل في بعض الوقائع، إحدى الوقائع بالفعل يتصور أنها سماعة بلوتوث. الطالب أو الطالبة عندما يلفت نظر الملاحظ إنها سماعة خاصة أو ما تسمى بالقوقعة، على طول بيدرك هذا وبيتم تعديل الأمر مباشرة. اللي أنا عايز أأكده مرة واثنين وثلاثة إن احنا بنقدم كل الدعم لأبنائنا الطلاب ذات الحالات الخاصة. أنا شخصيا برعاهم رعاية خاصة، بروح لهم المكان انعقاد الامتحانات، بكون بجوارهم جميعا، وإحنا عندنا كلية الآداب عدد كبير وليس عدد صغير، ببقى حريص جدا أن أنا أتابع قبل وبعد الامتحان كيف صارت الأمور بالنسبة إليهم، وإن الامتحان تم بيسر وسهولة وبدون إجراء أي مضايقات. ومؤكد أن المجتمع بأكمله بيتعاطف جدا مع هذه الحالات، وهي حالات خاصة جديرة بأن احنا ندعمها ونقف إلى جانبها. أي نوع من أنواع المضايقات برضو مؤكد أنها بتكون غير مقصودة وبتكون وقتية وممكن تاخد أكبر من حجمها، لكن هي في النهاية بيتم التعامل معها فورا وتعديل هذا الأمر واتخاذ الإجراء السريع لوضع الأمور في نصابها الطبيعي.